إلينا من مدينة برشلونة ناقد رياضي أيوب الجبلي، أهلا بك ومرحبا. يعني كيف ترى نتيجة مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في البداية؟ صباح الخير، موي بونوس دياس، تحية لك زميلة في الاستوديو ولكل مستمعي ومشاهدي قناتكم المحترمة. صراحة عودة الشامبيونز ليكس هذا ما ينتظره الجمهور. صراحة يبدأ الموسم الكروي بالنسبة للمشجعين حينما تنطلق منافسة دوري أبطال أوروبا. دوري أبطال أوروبا لديه نكهة وطعم خاص، والافتتاح يعني المباريات للجولات الأولى أعطتنا مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد التي كانت فيها حتى 7 أهداف. صراحة فوز صعب لفريق بايرن ميونخ، لأن نادي مانشستر يونايتد أيضا يريد العودة، يريد المنافسة، وشاهدنا كمية عديدة من الأهداف في مباراة واحدة، وكانت هناك أيضا كمية أهداف كثيرة في العديد من المباريات. ماذا عن أداء تين هاج؟ هل أصبحت أيامه معدودة مع مانشستر يونايتد؟ صراحة يعني غياب سير أليك فيرغسون يعني وضع يعني مشكلة كبيرة لمشجع مانشستر يونايتد، حيث كان نادي مانشستر في الصفوف الأمامية دائما وكان ينافس على دوري أبطال أوروبا. تين هاج يعني أعطوا له يعني تشكيلة جديدة، كل اللاعبين الذي طلبهم، يعني الفريق خسر ملايين كثيرة لجلب أبرز اللاعبين في العالم، ولكن نشاهد بأن مباريات تين هاج ليس في المستوى المطلوب، فقط 6 نقاط في البريمير ليج. الفريق لا يتحسن، عديد من المشاكل في الفريق، يعني هناك العديد من اللاعبين المستبعدون، وهذا ليس ما يطلب مشجع مانشستر يونايتد، بل يريد المنافسة على جميع الألقاب. أتوقع أيام تين هاج معدودة إن لم يتحسن مستوى الفريق ومستوى النتائج في الأسابيع المقبلة. ماذا عن المباراة التي جمعت أرسنال الكبير وفوزه على آينهوفن؟ وهل برأيك ممكن أن يذهب أرسنال بعيدا في دوري الأبطال بهذا الموسم؟ نعم، غياب نادي أرسنال منذ سنة 2017، عودة موفقة للنادي اللندني. صراحة ميكيل أرتيتا عرف كيف يصنع فريقا جديدا ينافس ليس فقط على الدوري الإنجليزي بل أيضا على دوري أبطال أوروبا. بداية موفقة أيضا للفريق الإنجليزي، وسوف نرى بأن أو أتوقع أيضا بأن في نهاية هذا الموسم سيكون المربع أيضا إنجليزيا، أو تقريبا أغلبية الأندية ستكون إنجليزية. منافسة كبيرة بين الأستاذ بيب غوارديولا والتلميذ ميكيل أرتيتا، ولكن هذه السنة أيضا في دوري أبطال أوروبا. نابولي أيضا استطاع تحقيق فوز ثمين خارج الديار على سبورتينغ براغا، كيف ترى نتيجة هذه المباراة؟ نعم، نادي نابولي تعثر هذا الشهر فخسر كل مبارياته، لم يفوز، ومباراة الأمس أيضا كانت مباراة صعبة ضد نادي الذي استطاع أن يصفف صفوفه بلاعبين جدد في الفريق لكي ينافس في دوري أبطال أوروبا. المباراة كانت ممكن أن تنتهي هدف لمثله وأن تكون تعادل للفريقين لولا الهدف في شباك براغا بلاعبه، يعني نتيجة يطلب تحسين الأداء لنادي نابولي الذي هو بطل إيطاليا، والذي من المفترض أن يكون يعني يفوز بهذه المباراة بحصة كبيرة، لأنه يشارك ضد فريق براغا، يعني فريق أقل قيمة سوقية له. ريال مدريد حقق فوز صعب على يونيون برلين، ما سبب تأخر الفوز حتى اللحظات الأخيرة برأيك؟ لا يجب أن ننسى بأن فريق يونيون برلين هو أيضا فريق يجيد لعب في كرة القدم، وليس فقط بالصدفة تواجده في دوري أبطال أوروبا ومنافسته، يعني السنة الماضية كل سنة مع نادي بايرن ميونخ على لقب البوندسليغا. يونيون برلين لديه فريق قوي، لديه لاعبين شباب ولاعبين يريدون الفوز ويريدون يعني المنافسة في سانتياغو برنابيو، فلهذا السبب يعني أظن بأن كان من المستحق التعادل، فيونيون برلين كان جدارا قويا بالنسبة للاعب ريال مدريد الذي لم يستطع التفوق في المباراة حتى بآخر لحظة، وكانت هناك يعني هدية لجود بيلينغهام.
سيد أيوب، أيضا يعني كيف ترى مواجهة ليفربول الأولى في الدوري الأوروبي أمام لاسك اليوم؟ ما هو توقعك لمستوى النجم المصري محمد صلاح في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم؟ بالطبع محمد صلاح استطاع الفوز بجميع الألقاب مع نادي ليفربول، فقط يفتقد دوري الأوروبا ليج، وهذا يمكن أن يكون حافز جيد للاعب المصري لكي يفوز ويعطي هذا اللقب لأول مرة للفريق الإنجليزي. صراحة فريق ليفربول من أقوى الأندية في هذه المنافسة، وأتوقع تواجدها أيضا في آخر الأدوار من هذه المنافسة، وستكون طريقة للعودة للمنافسة أيضا في البريمير ليج للتواجد السنة المقبلة في دوري أبطال أوروبا، وهذا هو المكان المعتاد للفريق الإنجليزي. سيد أيوب الجبلي كنت معنا من برشلونة، شكرا لك.